اول حاجه نشكر يعني قناه اليوم 24 على مواكبه الانشطه البيئيه بجهه سوس مسا ومساهمه في رفع الحس البيئي بجهتنا. اليوم نحن جد سعداء يعني بهذا التتويج المشرف اللي كان من اليدين الكريمتين لصاحبه السمو الملكي الاميره لاله حسناء، اللي جاء نتيجه واحد المشروع اللي اشتغلنا عليه لمده 4 سنوات، اللي هو كما كتشوفوا هنا مشروع الدلفين الازرق اللي كيهدف اساسا الى انتشال النفايات البحريه من قاع البحر وخاصه النفايات البلاستيكيه نظرا للخطر اللي كتشكلوا على البيئه البحريه وكذلك السلامه الغذائيه. هذا المشروع يعني يتميز بانه بالتنوع ديالو وبالشموليه ديالو، حيث انه بالاضافه الى يعني العمليه اللي كيقوم فيها يعني اعضاء الجمعيه بالغطس وانتشال النفايات من قاع البحر والشباك العالقه بالقاع اللي كتشكل خطوره كذلك على المصطفين، كيكون هناك ورشات كورشه لتعريف بمده تحلل النفايات تكون على حده، حيث ياتي مجموعه من التلاميذ للحضور لهذه العمليه ومعاينه يعني خروج النفايات من البحر، كذلك يتم يعني فرز هذه النفايات واعاده تدويرها في ورشات للاستفاده من هذه النفايات واعطائها حياه جديده، وكذلك هناك ورشه للمعرض البيولوجي اللي كيضم مجموعه من الكائنات البحريه اللي كتعيش عندنا في جهه سوس مسا، حيث يتعرف التلاميذ على انواع الاسماك ومسمياتها العلميه وكذلك مده يعني العمر او الحياه ديال كل نوع على حده، وكذلك هناك ورشه للغطس تعلم رياضه الغطس وتعلم السباحه وكيف تجنب الطيارات الساحبه وكذلك الكائنات البحريه السامه كقناديل البحر وقنافذ البحر وكيف يمكن يعني تجنبها والاجراءات الوقائيه التي يجب اتباعها. كذلك في هذا المشروع ديال الدلفين الازرق يضم كذلك واحد الورشه اللي هي ورشه ديال المعرض البلاستيكي اللي كيضم مجموعه من النفايات اللي سبق وقامت الجمعيه بانتشالها في عمليات سابقه، بالاضافه الى مجموعه من الانشطه الترفيهيه الاخرى. وفي نفس السياق يعني نقوم يعني بحملات توعويه خارج جهه سوس مسا وخارج اكادير الكبير، بحكم ان شاطئ اكادير يعني يتوفر على مصب لخمسة وديان، يعني تأتي محملة بعد كل التساقطات بمجموعة من النفايات خارج جهة سوس مسا، وبالتالي تؤثر سلبا على جمالية شاطئ أكادير وكذلك البيئة البحرية للشاطئ ديالنا. فلهذا يعني من هذا المنبر نوجه رسالة إلى جميع يعني ساكنة جهة سوس مسا وكذلك الأقاليم المجاورة يعني برفع الحس البيئي ويعني تجنب رفع النفايات في الوديان، لان نهايه المطاف ينتهي بها المطاف في البحر. وفي نفس السياق يعني نشكر المجلس الجماعي لاكادير على مواكبتنا بحكم مشاريك في هذا المشروع هذا. اذا حنا في شواطئ اكادير نشتغل على شاطئين، عندنا نقطتين بشاطئ اكادير اللي هو يعني مدخل مارينا، وكذلك نقطه مقابل فندق كلوب ميد او الصخور اللي مقابل فندق كلوب ميد، بحكم هذه النقط يعني تتوفر على تيارات تحت مائيه يعني تجمع مجموعه النفايات في هذه النقطتين، هادو كنعتبرهم جوج نقط سوداء، يعني الغطاسين ديالنا كيتجهوا لهم مباشره بحكم التجربه ديالهم وحكم اطلاعهم على يعني البنيه التحت مائيه للساحل. وكذلك عندنا نقطه ثالثه بشاطئ انزا، كنشتغلوا في هذه النقاط وكنحاولوا اننا ننتشلوا اكبر عدد من النفايات في ايصال رساله للساكنه بمدى اهميه المحافظه على المرفق العمومي اللي هو الشاطئ، بحكم ان البيئه اللي هي واحد المسؤوليه افقيه ومشتركه وتستوجب انخراط جميع الفعاليات، جميع فعاليات يعني كمجتمع مدني، السلطات وكذلك ادارات عموميه، بحيث ان هذا البلاستيك يعني عندما يصل الى البحر بعد عوامل التعريه يتجزا ويصبح يعني ميكرو بلاستيك، وبالتالي هذا الميكرو بلاستيك كتناول الاسماك وحنا كنجيو كنصطادوا هذه الاسماك ويعني ديك الاسماك كتسرطن، وبالتالي ذاك المرض ديال الاسماك كينتقل لنا، كتوقع واحد الدوره بيولوجيه. يعني هادشي اللي بغيت انا الناس يفهموه، ان اي حاجه الاحتياج في البحر راه غدا غادي ترجع لك انت وغادي تناولها انت والاطفال ديالك، فلذلك نحاولوا نحبسوا المشكل من السورس ديالو او من المصدر ديالو، وما نرموش النفايات في الوديان وفي المجاري ديال المياه العادمه، ونوعيو وليداتنا بمدى اهميه المحافظه على البيئه باش يتمكنوا انهم في المستقبل انهم يلقاو ويشوفوا هاد الكائنات البحريه اللي كنعاصروها حاليا. رغم إذا كانت منافسة قوية وكانت شركات عالمية يعني عندها